نحن على مشارف. مضى شهر كامل في الاعتصام داخل حرم الجامعة. رسالتنا هي لا للاعتقال السياسي، يجب أن يكون هناك تدخل من أجل ضمان حياة آمنة في الجامعات. يعني نعتصم اليوم أولا المطالبة بالإفراج عن رئيس مجلس الطلبة زميلنا عبد المجيد حسن، عن عضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح، عن رئيس مجلس الطلبة السابق عمر الكسواني. يعني هؤلاء الشباب جاءت بهم الإرادة الطلابية بشكل ديمقراطي، صندوق الاقتراع جاء بهم إلى مجلس الطلب من أجل أن يخدموا الطلاب مكانهم في الجامعة وليس في زنازين السلطة. فلذلك رسالتنا أولا هي المطالبة بالإفراج عنهم، ثم ضمانات حقيقية من أجل عدم الملاحقة، من أجل حياة جامعية آمنة حقيقية وليس شبه ديمقراطية وشبه انتخابات دون ضمانات.